يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. يقول بعض أهل العلم: النظر هنا نظر العطف والرحمة، فهل هذا كلام حق أم هو تأويل؟ هو الله جل وعلا ينظر ويبصر جل وعلا ويرى الناس ويرى، ومن لازم ذلك أنه يعطف على أهل الخير وأهل الصلاح، فهو نظر رحمة، نظر رحمة. نعم. ولا ينظر إلى لا ينظر الله إلى المسبل، بمعنى أنه وإن نظر إليه وأبصره فإنه يعرض عنه ويصرف عنه الرحمة. نعم. يقول: وهل هناك فرق بين عدم النظر لهؤلاء وعدم النظر للكفار من الله سبحانه؟ كل على قدره، لا ينظر إلى الكافر، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا ينظر أيضا إلى المسبل وإن كان مسلما لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فليس معناه أنه مثل الكافر، لا، معنى هذا وعيد، هذا من الوعيد والزجر عن الإسبال. نعم.